في إطار الأعمال الخيرية التي دأبت الشروق الخيرية على القيام بها، حطت قافلة طبية متكونة من 30 طبيب متخصص تحت مسمى الأيادي البيضاء بأفل ولاية الأغواط بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنمية وترقية قطاع الصحة بالأغواط. احنا قافلة طبية تابعين لمؤسسة الشروق الخيرية، رانا اليوم متواجدين في مدينة أفلو على أساس فحوصات طبية فيها عدة تخصصات. اليوم بدينا على الساعة 9:30 صباحا إلى غاية 7 مساء. عدد الأطباء حوالي 28 طبيب في عدة تخصصات كما قلنا. العملية راهي إن شاء الله تسير على أحسن ما يرام. احنا مجموعة من الأطباء من مختلف ولايات الوطن، كاين من العاصمة، كاين من بسكرة، كاين من باتنا، كاين من كل مكان. احنا مجموعة متكونين في إطار مسمين مجموعة تانا الأيادي البيضاء، نديروا حملة طبية دورية، نروحوا المناطق نائية، مناطق الظل، منذ ربع سنوات. تقوم هذه القافلة بحملات طبية وفحوصات في الطب العام وفحوصات متخصصة ومتابعة للحالات المستعصية والتكفل بها والتنقل للمريض في عنق الجزائر بدل تكبد المريض العناء للتنقل للولايات الشمالية. طب جاونا من الجزائر، كثر خيرهم ويحجبهم ويسترهم، والله يخليهم لينا، والله يحفظهم. اليوم هذه المبادرة دارتها قناة الشروق، نشكرها ونشكر كاع القيمين اللي داروا هذا. مدينه افلو تعاني من ازمه اخصائيين اللي تلزم المواطنين انهم يتنقلوا للمدن الشماليه. حلت اليوم قافله الشروق الخيريه بولايه الاغواط مدينه افلو الحمد لله ب 28 اخصائي و 11 تخصص. الحمد لله كان اقبال كبير، وهذا دليل على انه كاين نقص كبير في التخصصات وفي العتاد الطبي بالمنطقه. تم اكتشاف من خلال الفحص الأولي حالات لأمراض نادرة، أمراض أشخاص مصابين بسرطان. أدخلت هذه المبادرة الفرحة والبهجة في نفوس المرضى والعائلات المعوزة التي استفادت من هذه الفحوصات.